السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع إيمان فتيان. النهاردة إن شاء الله الفيديو هيكون عبارة عن استكمال الدبدوب بتاعنا. الفيديو اللي فات كان عبارة عن خطوات الرجلين بتاعتنا وكمان الإيد بتاعتنا. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض الدبدوب بتاعنا من طريقة عمل الجسم وكمان الأذن والرأس، لكي ختاما بقى لغاية ما نخلص الدبدوب بتاعنا ان شاء الله. اول حاجة هنبدأ بيها هي الجسم بتاعنا وطلوع الجسم بتاعنا. اول حاجة هنشتغل دايرة سحرية ونصغرها خالص كده اهو، ونشتغل جواها 6 حشو زي ما احنا متعودين. ست غرز حشو، 1 2 3 4 5 و6. تمام، هنقفل. حطيت خيط كده زي علامة لبداية الأدوار زي ما احنا متعودين بتاعتنا. وبعد كده نشتغل تزايد. هنشتغل 12 غرزة في الدور ده، يبقى تزايد 6 مرات، 1 2 3 4 5 6. كده خلصت كده الدور التاني بتاعي على 12 غرزة. الدور اللي بعد كده هيكون عبارة عن 1 حشو، والغرزة التانية تزايد، وهنكرر 6 مرات، 1 حشو تزايد، تكرار 6 مرات. والدور ده هينتهي معايا على 18 غرزة حشو. هكملها ونرجع مع بعض علشان ما اطولش عليكم في الفيديوهات. كده خلصت 18 غرزة. الدور اللي بعد كده لو الدور الثالث هيكون عبارة عن 1 2 حشو، 1 حشو، والغرزة الثانية حشو، والثالثة هيكون فيها تزايد، واحد حشو، والثانية حشو، والثالثة تزايد، وهكذا هنخلص بقية الدور. هنكرر 6 مرات والدور هينتهي معايا على 24 غرزة حشو. كده خلصنا الدور على 24 غرزة. بعد كده الدور الرابع هيبقى 1 حشو، والتاني حشو، والتالتة حشو، والرابعة هيبقى فيها التزايد، وهكرر 6 مرات، 3 حشو تزايد، والدور هينتهي معايا على 30 غرزة حشو. نكملها مع بعض ونرجع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلصتها على 30 غرزة حشو اللي هو الدور الرابع. الدور الخامس هيكون عبارة عن 4 غرزة حشو، 1 2 3، وبعد كده 4، والخمسة هنعمل فيها تزايد. تزايد يعني غرزتين حشو في نفس الغرزة. تمام، وهكملها ان شاء الله ونرجع مع بعض. الدور هينتهي معايا على 36 غرزة حشو. كده الدور الخامس انتهى معايا على 36 غرزة. الدور السادس هنشتغل فيه 1 حشو، تاني حشو، تالتة حشو، الرابعة حشو، والغرزة الخامسة حشو، والغرزة السادسة هيبقى فيها تزايد، وهنكرر 6 مرات، تكرار 6 مرات. وبعد كده هينتهي معايا الدور على 42 غرزة حشو. هكملها ونرجع مع بعض للدور اللي بعد كده. كده اهو الدور انتهى معايا على 42 غرزة حشو. الدور اللي بعده اللي هو الدور السادس تقريبا، السادس ولا السابع،
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، الدور السابع. هنشتغل واحد حشو، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وستة. ستة حشو، بعد كده تزايد، وهنكرر 6 مرات لغاية ما ينتهي معايا الدور على 48 غرزة حشو. كده الدور انتهى معايا على 48 غرزة حشو. بعد كده الدور الثامن هيبقى عبارة عن 1 2 3 4 5 6 و7، 7 حشو. بعد كده هنعمل تزايد وهنكرر 6 مرات، والدور هينتهي معايا على 54 غرزة حشو. نكملها مع بعض ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. كده خلصت القاعدة بتاعت الجسم بتاعتنا. بعد كده هنشتغل ادوار ثبات. دي القطعة نفذتها اللي هي بتاعت الراس بتاعتنا، هقول لكم على طريقتها بعد، يعني هي تقريبا نفس الخطوات بس هنا زودت سطرين تزايد للراس بتاعتنا. فهنعمل ادوار ثبات، قد تكون مثلا 10 ادوار ثبات، وهرجع اقول لكم انا عملت كام بالظبط على كام غرزة، على 54 غرزة. هعمل كام دور على كل دور على 54 غرزة، ونرجع مع بعض نشوف الخطوات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما عملت 9 ادوار ثبات على 54 غرزة حشو، دلوقتي هنبدأ نعمل دور في تناقص. هنشتغل مع بعض كده اهو، عملت 18 غرزة. بعد كده هبدأ أعمل 1 تناقص بالطريقة دي، ونسحب الخيط منهم. نشتغل بعدها 1 حشو، بعد كده 1 تاني تناقص عملناه، بعديها 1 حشو، بعدها 3 تناقص، بعدها 1 حشو، تمام، بعديها 4 تناقص حشو، بعدها 5 تناقص حشو، وآخر حاجة 6 تناقص. وبعد كده حشو. عملنا 18 غرزة. بعد كده عملنا حشو تناقص حشو، كررناها 6 مرات. بعد كده هنكمل حشو لنهاية الدور، تمام. يعني عملنا في الدور بتاعنا ده 6 تناقصات، تمام، بالشكل ده. مفروض الدور هينتهي معايا على 48 غرزة حشو. كده هو بعد ما خلصت الدور على 48، عملت 18 غرزة حشو.
بعدين اشتغلت تناقص حشو تناقص حشو، كررتها 6 مرات. بعد كده عملت 18 غرزة حشو، وكده الدور انتهى معايا على 48 غرزة حشو. بعد كده الدور اللي بعده هيكون التناقص بتاعنا منتظم على الدور كله. الدور اللي بعد كده هنبدأ نشتغل 7 غرز حشو، هنشتغل 6 حشو تناقص، وهنكرر 6 مرات علشان يطلع لنا العدد كم، 42 غرزة حشو. هنبدأ نشتغل 1 حشو، 1 2 3 4 5 6، وبعد كده نعمل تناقص، بندخل في الغرزة ونطلع بخيط، والغرزة اللي بعدها نطلع بخيط، وهنكرر زي ما قلنا 6 مرات، 1 2 3 4 5 و6، بعد كده نعمل تناقص. كده هو الدور بتاعي انتهى على 42 غرزة. بعد كده هبدأ اشتغل دورين ثبات على 42 ونرجع مع بعض. هنشتغل دور عادي ثابت زي ما احنا متعودين على ادوار الثبات، تمام، دور ثابت بدون اي تناقص او تزايد. هنكمله وبعد كده هنرجع مع بعض في ادوار التناقص الباقي. زي ما انتوا شايفين كده اهو، ده شكل الجسم بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم بعد ما خلصت الجسم بالشكل ده. هقول لكم الخطوات اللي انا مشيت بيها لان للاسف ما تسجلتش، فهقول لكم انا عملت ايه. عملت دورين ثبات على 42 غرزة. احنا عملنا الاول تناقص 6 حشو تناقص، وقررناه على 6 مرات في الدور ده، وعطاني في الاخر 42 غرزة. بعد كده قلت لكم هعمل دورين ثبات، عملت دورين ثبات على 42 غرزة. بعد كده اشتغلت 5 حشو تناقص، وكررتها 6 مرات في الدور، 5 حشو تناقص، 5 حشو تناقص، تكرار 6 مرات. وفي نهاية الدور صار عندنا بسم الله الرحمن الرحيم 36 غرزة حشو. بعدها عملت دور ثابت على 36 علشان اطلع بالشكل ده كده، زي انتم شايفين كده اهو، علشان اطلع ما اقفلش الدايرة على طول، لازم عايزاها تبقى طويلة شوية الجسم من فوق كده اهو زي ما انتم شايفين. فعملت دور ثابت على 36 غرزة حشو. بعد كده عملت الدور اللي بعده كان عبارة عن 4 حشو تناقص، وكررتها 6 مرات، والنتيجة طلعت معايا 30 غرزة حشو. بعد كده اشتغلت دور ثابت على 36، بعدها اشتغلت بسم الله الرحمن الرحيم 3 حشو تناقص، وبعدها دور ثابت. يعني زي ما انتوا شايفين بعمل دور فيه تناقص، وبعد كده دور ثابت، دور تناقص، دور ثابت، دور تناقص، دور ثابت، علشان يطلع بالشكل ده. اخر حاجة وصلت عندها ان انا عملت بسم الله الرحمن الرحيم، اخر حاجة وقفت عندها هي 24 غرزة حشو. عملت دور ثابت على 24، تمام. بعد كده هشتغل 1 حشو تناقص، تمام، 1 حشو، طبعا حشيتها بالفايبر قبل ما نقفل كده اهو بالشكل ده، فعطت لي اللي هو الشكل يعني فيه اللي هو فيه، عشان عملنا 6 تناقصات في الجسم، فعطاني الشكل اللي هو داخل شوية كده اهو، شكل الشيب بتاع الدب بتاعنا. عملت 1، طب وبعد كده اعمل تناقص، 1 حشو، بعدها تناقص، واكرر طبعا 6 مرات زي ما احنا عارفين، 1 حشو،
بعدها تناقص، واحد حشو وتناقص، والدور هينتهي معايا على 18 غرزة حشو. الدور اللي بعد كده هيكون عبارة عن دور كله تناقصات علشان يقفل لنا الجسم بتاعنا كده اهو من فوق. هعمل تناقص في كل الغرز، ده كده شكل الجسم بعد ما قفلته بالطريقة دي. ده هو شكله، ده هنا كده هتكون الرجلين بتاعتنا. فين الرجل التانية؟ اهي بالطريقة دي. وفي الاخر هقولكم ازاي هنثبتهم، بس بعد ما نكمل الاجزاء كلها وكمان الايدين بتاعتنا. كده خلصنا من الجسم بتاعنا. هنيجي بقى لطريقة الراس. الراس بتاعتي اشتغلتها نفس التزايدات اللي عملتها في الجسم بتاعي، اللي هو دايرة سحرية، بعد كده تزايد 6 مرات، بعد كده 1 حشو تزايد، 2 حشو تزايد في الدور اللي بعده، بعد كده 3 حشو تزايد، وهكذا. العملية مكررة فمش هعيدها لكم مرة تاني يعني. فالمهم عملت بعدها كمان دورين تزايد، يعني هنا وقفت عند 54 غرزة حشو، هنا تقريبا وقفت عند كم 66 مثلا غرزة حشو. بعد كده طلعت ب12 دور ثبات. بعد كده هبدأ اشتغل. كل الكلام ده هتلاقوه مكتوب على الشاشة بالانجليزي. بعد كده هبدأ اعمل تناقص في الراس بتاعتي. واللي مش متابع التناقصات او مش عارف اللي هي طريقة الراس العادية، يشوف برضو فيديوهات موجودة عندي في القناة لطرق عمل الراس في اي عروسة من العرس اللي انا عملتها. ببدأ بعد كده، انا مثلا وقفت عند مثلا 9 حشو تزايد في اخر دور. بعد كده هبدأ اعمل 9 حشو تناقص. بعد كده الدور اللي بعده هيبقى 8 حشو تناقص، بعديه 7 حشو تناقص، 6 حشو تناقص، 5 حشو تناقص، 4 حشو، 3 حشو تناقص، وهكذا لكي ما تتقفل معايا الراس بتاعتنا. تمام. فانا محبتش اعمل الخطوة دي، وهتلاقوها برضو في طريقة الدب اللي انا كنت عاملاه في الراس، يعني تقريبا مش بنفس الخطوات او بنفس التزايدات، بس هي نفس التكنيك بتاع الراس اللي انا كنت عاملاه في الدبدوب اللي هو موجود على القناة الاولى بتاعتي. تمام. فهقفل الراس ونرجع مع بعض نكمل ان شاء الله.